القضايا الحياتية في ضوء كل هذه المستجدات. ومما لا شك فيه أيضا أن الإقدام على التجديد في القضايا الفقهية والنظر في المستجدات العصرية المتطلبة للاجتهاد أمر ليس باليسير، ويحتاج إلى جهود مضنية وبصيرة ثاقبة وعزيمة قوية لا تخشى في الحق لومة لائم. وأنتم معشر العلماء والمفتين المتخصصين وتبرز للعالم كله سماحة الأديان واجتماعها على ما فيه صالح الإنسان وسعادة الإنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.